السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن بدنا نتكلم على بعض الأمثلة على موضوع البلينز، على بعض الأمثلة على موضوع البلينز ومراجعة. الآن علشان معادلة البلين، عشان إذا بدك تعمل بارامتريك إيكويجن للبلين، لازم تكون عندك نقطة لها إحداثيات إكس نوت واي نوت زي نوت على البلين وفيكتور إن. الفيكتور إن إله زي كأنه A B C، يعني زي كأنه A X هات زائد B Y هات زائد C Z هات. فاهم علي كيف؟ والآن النقطة X نوت Y نوت Z نوت. هذا الحكي حكيناه وتم شرحه بالمحاضرة. يعني لازمنا نقطة على البلين وفيكتور عمودي عليه، نقطة على البلين وفيكتور عمودي عليه. نيجي الآن هاي نقطة وهي نيجي الآن find equation of find an equation of the plane through the point. هي مارج من point هذا البلين 2 4 سالب 1 مع نورمال فيكتور 2 3 4، وبدها تبين intercepts and intercepts يعني معناها نقطة التقاطع لهذا البلين مع الاكس واي زي، وأيضا نعمل سكتش للبلين. طيب حسب المعادلة، لاحظ عندك هي المعادلة، هي ال A اللي هو الفيكتور، اللي الفيكتور هاي لاحظ هي المعادلة، هي ال A من الفيكتور النورمال A و B و C اللي هي A X هات زائد B Y هات زائد C Z هات. النقطة X نوت Y نوت Z نوت هذول هن اللي بيطلع هن يعني الفاليو تبع الدي، وال X نوت Y نوت Z نوت النقطة، وال X Y Z اللي هو المتغير. خلص بينا. إذن 2 3 4 هي من الفيكتورز 2 3 4، النقطة شو هي؟ 2 4 سالب 1، 2 4 سالب 1. هاي معادلة الاثنين، هاي معادلة الاثنين. الآن متى بقاطع الإكس مثلا، متى بقاطع الإكس أكسس؟ لما تكون الواي والزي زيرو، صح؟ عوض واي وزي زيرو هون بيطلع عندك الإكس بيساوي قديش؟ 6، وهكذا. هاي نقاط التقاطع وهاي هي نقاطع هون. لما تكون الاكس واي زيرو بقاطع الزد بلين، لما متى بقاطع الزد اكسس؟ متى بقطع الواي اكسس؟ لما تكون اكس والزي زيرو، بتعوضها بالمعادله. متى بقطع الاكس اكسس؟ لما تكون الواي والزي زيرو، بتعوض بتطلع عندك هاي 6. هذا جزء، هذا الازرق جزء من البلين اكيد، هون بودي الانفينيتي انفينيتي انفينيتي انفينيتي. المثال اللي بعده find an equation of the plane that passes through the points، معطيك points. الآن أنا من هذول البوينتس بقدر أطلع نقطة على البلين، هاي عندك بدل نقطة ثلاثة، وبقدر أطلع فيكتور عمودي، هاي بقدر أطلع فيكتور ثلاثة ديستنس فيكتورز، بقدر أعمل تو يعني اثنين كروس بوردك بتوين تو فيكتورز، بيطلع واحد عمودي عليهم بيكون هو الفيكتور العمودي. The vectors A and B corresponding to PQ and PR. لاحظ PQ and PR. يعني بدها تكون، يعني شو بده يكون الفيكتور الأول؟ 3 ناقص 1 2 سالب 1 ناقص 3 سالب 4 6 ناقص 2 4 هي. والثاني هي طلع، إذا يعني زي كأنه طلع فيكتور هيك وفيكتور هيك، طلعنا الفيكتور العمودي، هي الفيكتور العمودي، وهي عندك نقطة تختار نقطة انتهى لاحظ هي نقطة اختار نقطة 1 3 2، هاي نقطة اختارها 1 3 2 وطلعنا فيكتور عمودي من البي كيو والبي ار، وبكون عندك الفيكتور العمودي وعندك النقطة، وبالتالي بقدر اطلع معادلة الزين. هاي ال 12 من الفيكتور اللي هي لاحظ 12 اكس هات 20 واي هات 14 زد هات 12 20 14 اكس واي زي، هون اكس ناقص اكس نوت، واي ناقص واي نوت، زي ناقص زد هات. هاي هي المعادلة. intersection of line and plane. لاحظ علي intersection of line and plane، مثل ما احنا بنحكي بالمحاضرات او حكينا انه تقاطع اللاين مع البلين هو عباره عن نقطه بتحقق معادله اللاين وبتحقق معادله البلين. اما اذا كان اللاين موازي للبلين او ومنطبق عليه فهو يوجد infinite solutions. اذا كان اللاين بعيد عن البلين بكون بارلل له، بارلل له نو سوليوشن. في هاي الحاله حاول انك انت تطلع الديستنس بين لاين اند بلين موازي له. افرض اجاك سؤال بالامتحان اوجد لي الديستنس بين لاين اند بلين موازي له، ممكن تعرف تطلعها؟ كيف بدك تطلع ديستنس بين لاين اند بلين موازي له؟ سؤال باسئله الامتحانات.
او انك توجد نقطه التقاطع ما بين اللاين والبلين. نقطة التقاطع اللي بين اللاين والبلين تحقق بوث المعادلات اللاين والبلين. لاحظ انك find a point at which the line والبارامتر، لاحظ هاي اللاين، هاي بارامتر equation لللاين، مش symmetric equation، بارامتر equation. افرض طب معطيك symmetric equation، نصيحة لك تحولها للبارامتر equation بدلالة تي. لاحظ علي، افرض الان سؤال بالامتحان، لا خلينا اجاوبك هسه، هاي بارامتر equation بدلالة تي صح؟ اكس بيساوي 2 زائد 3 تي، واي بيساوي سالب 4 تي، زي بيساوي 5 زائد تي. انترسكت هاي بتقاطع الاثنين. طيب الان النقطة النقطة تبعتي عن تي معينة بتقاطع الاثنين، طب شو قيمة التي؟ هاي بعوض، إذا الإكس بعوض هاي كلها بدل إكس، بعوض هاي بدل واي، بعوض هاي بدل زد. ليش؟ علشان أطلع قيمة تي اللي عندها بتقاطع اللاين مع الاثنين، يعني عند التي اللي هون بتقاطع اللاين والاثنين. طلعناها. طيب خلينا نشوف، طلعنا هاي، عملنا حلينا معادلة، طلعنا قيمة تي طلعت سالب 2. الآن قيمة تي سالب 2 رح تلاحظ أنت الآن إنها عوض لي إياها. الآن تي بيساوي سالب 2، عوض لي إياها هون، عوض لي إياها هون، مش طلعنا قيمة تي، عوضها 2 ناقص 6 سالب 4 في سالب 2، 5 ناقص 2، عوض لي إياها بتطلع عندك الاكس اللي هي سالب 4 8 3. هاي هي النقطة، هاي راح تلاحظ انت هنا بتحقق معادلة اللاين والاثنين، بتحقق معادلة اللاين والاثنين. اذا انا بطلع قيمة تي لما بعوض، وبعدين برد ارجع اعوض تي هون معادلات اللاين عشان تطلع قيمة النقطة. طب افرض الان معطيك سؤال بالامتحان، معطيك السيمتريك ايكويجن، بتحولها لبارامتريك ايكويجن، من بارامتريك ايكويجن بتطلع الباراميتر تي في هذا النوع من الاسئله. Parallel and non-parallel planes. الان البلين لما بتقاطع مع البلين بتقاطع عن في خط. لاحظ علي، خط ينطبق، لاين ينطبق على بوث على بوث البلينز، على بوث البلينز. في هاي الحاله، في هاي الحاله التو بلينز منطبقات على بعض في infinite number of solutions، والتو parallel planes، تو parallel planes and distinct يعني مختلفات عن بعض، there is no solution. في مثل هذه الحالة ممكن أنت تنسأل على سؤال أوجد المسافة between the two planes, the parallel planes. مثل ما هو هون، أوجد المسافة between the line وال plane. هاي أسئلة امتحانات، أسئلة امتحانات، ركز 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 ركز. أسئلة امتحانات إنك توجد النقطة اللي بتقاطع فيها اللاين مع البلين. أسئلة امتحانات أو تنطلق من النقطة اللي بتقاطع فيها اللاين بالبلين مع البلين، توجد معادلة اللاين أو معادلة البلين. من أسئلة الامتحانات ممكن يعطيك المسافة ويعطيك معادلة البلين أو جد اللاين، ممكن العكس، ممكن يعطيك اللاين والبلين متوازيات مثل هيك أو جد المسافة، ممكن يعني في عدة احتمالات في الأسئلة. وهون نفس الشيء، أوجد لي المسافة between the two parallel planes أو توجد لي مثلا معادلة اللاين اللي ناتج عن تقاطع تو بلينز. شفتوا هاي من الاسئله اللي ممكن تيجي. طيب تو بلينز ار بارلل اف ذير نورمال فيكتورز ار بارلل. اكيد هذا البلين بارلل لهذا البلين، بس النورمال فيكتور لهذا الاحمر هو بارلل للنورمال فيكتور للازرق، صح ولا لا؟ النورمال فيكتور للاحمر هو بارلل للنورمال فيكتور للازرق. هذا امر يعني تلقائي، لازم تكون عارفه. ومن هون انا ممكن استفيد اني اعرف اذا كان التو بلينز بارلل ولا لا. اذا انت الان اذا if you want to check if two planes are parallel or not, you have to check the, what ايش انه if the normal vectors of both planes are what شو ايش اذا كان parallel ولا لا. طيب كيف انا ممكن اشيك اذا تو فيكتورز بارلل ولا لا؟ تذكر كيف ممكن انت تشيك اذا كان تو فيكتورز بارلل ولا لا؟ كروس برودكت ولا دوت برودكت؟ ركز معي. طب نيجي الان على هذا المثال، عندك تو بلينز. The first equation, the equation of the first plane is x plus 2y minus 2z. والثاني 2x زائد 4y ناقص 6z بيساوي 3، هذا الاول بيساوي 4. طب شو الفيكتور للاول؟ النورمال فيكتور معاملات. اذا شو الفيكتور الاول؟
واحد اثنين سالب ثلاثة يعني اكس هات بلس 2y هات ماينس 3z هات، صحيح؟ والثاني 2x هات زائد 4y هات ناقص 6z هات، صح؟ ناقص 6z هات. طيب الان هذول التو فيكتورز، التو فيكتورز طلع لي اليونت فيكتورز ليهن وشوف شو قصتهم. او انك انت نفسهن الفيكتورز هذول راح تلاحظ انت انه الفيكتور الثاني هو 2 من الفيكتور الاول، صح ولا لا؟ وبالتالي التو فيكتورز هن بارلل لانه واحد منهم كومبانيشن او لينير كومبانيشن للثاني او ضعف الثاني، وبالتالي هذول البلينز ار بارلل. راح تلاحظ انت انه النورمال فيكتور للبلين الثاني هو ضعف النورمال فيكتور للبلين الاول، وبالتالي الفيكتورز هن بارلل. طيب نون بارلل بلينز، الان التو بلينز ممكن يتقاطعن، وبتقاطعن التو بلينز بلاين بلاين ستريت لاين ستريت لاين. الانجل بتوين ذا تو بلينز از ديفايند از ذا اكتوال انجل بتوين ذير نورمال فيكتور. لاحظ عندك الان مش هذا البلين الفوقاني له نورمال فيكتور مثلا ان 2 والبلين التحتاني له نورمال فيكتور ان 1؟ الزاويه بين النورمال فيكتور للبلين الاول والثاني هي ثيتا، هي نفسها الزاويه بتوين التو بلينز. هاي قاعده بدك تعرفها، قاعده بدك تعرفها انه الزاويه بتوين تو بلينز متقاطعات هي نفسها الزاويه بتوين التو نورمال فيكتورز على البلين تبعات البلينز. ضروري جدا جدا. الان الفيكتور الان الفيكتور انت لاحظ عليه، خلينا نجي التحتاني، التحتاني خلينا اقول لك هذا التحتاني هو البلين واحد، هذا بلين واحد وهذا الفوقاني بلين 2. حلو، البلين واحد عليه نورمال فيكتور واحد ان واحد، هي ان 1 هو عمودي على بي 1، صحيح؟ وبالتالي ان 1 عمودي على كل اللاينز بي 1. الان 2 هو العمودي على بي 2، العمودي على بلين 2، وبالتالي هو عمودي على كل اللاينز بي 2. راح تلاحظ انت الان ان اللاين هذا اوف انترسكشن هو واقع على ان 2 ان 1، وبالتالي ان 1 وان 2 عموديات على هذا اللاين، عموديات على هذا اللاين. ليش؟ لانه ان 1 عمودي على كل اللاينز في بلين 1، ان 2 عمودي على كل اللاينز في بلين 2، وهذا اللاين اوف انترسكشن اللي هو اللي ناتج عن تقاطع بين تو بلينز هو واقع على التو بلينز، وبالتالي ان 1 وان 2 هن عموديات عليه، عموديات عليه. هاي معلومه راح نستفيد منها لاحقا ان شاء الله. طيب find the angle between the planes، هاي بلين الاول x زائد y زائد z بيساوي 1 و x ناقص 2 y زائد 3 z بيساوي 1. هاي معادله تو بلينز، حلو؟ بدك توجد الانجل بتوين ذا بلينز، مثل ما حكيت الانجل بتوين ذا بلينز هي نفسها الانجل بتوين ذا نورمال فيكتورز اوف بوث بلينز. طب شو النورمال فيكتور الاول؟ x هات زائد y هات زائد z هات، الثاني x هات ناقص 2 y هات زائد 3 z هات، صح؟ هي كيف بدك تطلع الان؟ يا اما بتطلعه بالدوت بردك او بالكروس بردك، الدوت بردك اسهل شيء، هاي طلعناها من الدوت بردك. طلعنا الكوساين انفرس طلعت الزاويه 72 درجه، ال 72 درجه احنا طلعنا الزاويه هاي ثيتا بين ان 1 وان 2 هي نفس الزاويه بتوين البلينز. انتهينا. المطلوب الثاني فايند ذا سيمتريك اكويجن، لاحظ طالب منك السيمتريك اكويجن فور ذا لاين اوف انترسكشن ال اوف ذيس تو بلينز. الان علشان تطلع انت معادله لللاين بيلزمك نقطه والفيكتور الفيكتور اللي مارك فيها او فيكتور موازي لللاين. طيب نقطة، من وين بجيب النقطة؟ طلع أي نقطة على اللاين، طلع أي نقطة على اللاين، أي نقطة على اللاين. من هون هو بيحكي لك we can find the point where the line intersects the xy plane. زي كأنه هون حط لك نقطة اللي بيقطع فيها اللاين هذا ال xy plane، اللي بيقطع فيها ال xy plane. متى بيقطع ال xy plane؟ لما الزد بيساوي زيرو، لما الزد بيساوي زيرو. حطينا زد بيساوي زيرو وهي عندك معادلات التو بلينز، عندك الان هاي زد زيرو، هاي زد زيرو، عندك صار معادلتين فيها اكس واي، اكس واي يعني اكس واي بيساوي واحد، اكس ناقص 2 واي بيساوي واحد. طلع لي اكس واي اللي بتحقق معادله التو بلينز هذول لما زد بيساوي زيرو، يعني لانه اللاين عندك قاعد بيقطع الاكس واي بلين، بتطلع عندك قديش قيمه الاكس؟ واحد، والواي بتطلع زيرو.
إذا النقطة هي بالأصل الزد زيرو، وحلينا المعادلة اكس واحد واي زيرو، هاي النقطة واحد زيرو زيرو lies on L. طيب هي حلينا مشكلة النقطة اللي واقعة على اللاين. طيب من وين بجيب اللاين؟ لاحظ عندك الآن هذا اللاين عليه فيكتور مارك فيه، صح؟ في فيكتور. شو في احسن من اللاين هذا؟ عمودي على الان 1 والان 2، عمودي على النورمالز، وبالتالي انا بدي فيكتور موازي له. طب شو بدي احسن من الفيكتور اللي ناتج على الكروس برودكت بتوين ان 1 وان 2؟ اي الان لاحظ ان 1 كروس ان 2 بيعطيني فيكتور ايش؟ عمودي على ان 1 وان 2، اللي هو ايش؟ بده يكون موازي لللاين، موازي لللاين، يعني هيك بده يكون اتجاهه. هيك. ماني مش عارف ارسم. بده يكون اتجاهه هيك. هذا موازي لللاين. موازي لللاين. هي طلعناه موازي لللاين، هي عندك الفيكتور، هي عندك النقطة، تقدر تطلع السيمتريك اكويجن. طيب ديستنس فروم ا بوينت تو ا بلين، ديستنس فروم ا بوينت تو ا بلين. الآن بدي الديستنس من نقطة للبلين، من نقطة للبلين. النقطة تبعتي اللي هي احداثياتها x1 y1 z1، هي x1 y1 z1 اللي هي ايش؟ p1 تو ذا بلين. البلين ديفايند ايش؟ اكس ax زائد بي واي زائد سي زد بيساوي دي، هاي معادله البلين. وعندك هاي النقطه اكس نوت واي نوت زد نوت، اي نقطه على البلين، اي نقطه على البلين، اي نقطه على البلين. اكيد انت بدك تقدر تطلع الديستنس زي كانها الكومبوننت للفيكتور ان كروس ان، اللي هو الكومبوننت تبع الفيكتور بي باتجاه ان، الكومبوننت تبع فيكتور بي باتجاه ان. عندك تكون ax1 زائد by1 زائد cz1 ناقص ax0 زائد by0 زائد cz0 على ايش؟ تحت الجذر طول الفيكتور تربيع. يعني الان، الان هو هذا الفيكتور العمودي، الان هو الفيكتور العمودي اللي هو شو احداثياته؟ ax هات زائد by هات زائد cz هات. البي هو عباره عن ايش؟ الديستنس فيكتور بتوين النقطه اللي على البلين اللي هي اكس نوت واي نوت زد نوت، والنقطه اللي انا بدي اطلع منها الديستنس اكس 1 واي 1 زي 1، يعني بتكون اكس 1 ناقص اكس نوت اكس هات زائد واي 1 ناقص واي نوت واي هات زائد زي 1 ناقص زد نوت زد هات. هاي اللي، واكيد انه الديستنس هي عباره عن الفيكتور بروجكت او السكيلر بروجكشن اوف بي باتجاه الان، باتجاه الان. هي ان دوت بي على ان، الكومبوننت اوف بي باتجاه الان. هيها معرفه هون باتجاه الان. بالتالي الديستنس بده يكون اي اكس 1 زائد بي واي 1 زائد سي زد 1 ناقص دي، الدي اللي هي اي اكس نوت زائد بي واي نوت زائد سي زد نوت على تحت الجذر اللي هو اي تربيع زائد بي تربيع زائد سي تربيع. خلينا نشوف المثال. فايند ذا ديستنس بتوين ذا بارلل بلينز. عندك تو بارلل بلينز، عندك البلين الاول 10 اكس ناقص زائد 2 واي ناقص 2 زد بيساوي 5، والبلين الثاني 5 اكس زائد واي ناقص زد بيساوي 1. الان عشان توجد الديستنس بتوين بارلل بلينز زي كانه بدك توجد الديستنس بتوين نقطه على بلين والبلين الثاني، يعني بدك توجد البلين واحد من البلينز نقطه عليه والبلين الثاني تستخدمه، تستخدم العمودي عليه. First we know that the planes are parallel. ليش ان البلينز بارلل؟ لانه الفيكتور، لاحظ شو الفيكتور النورمال الاول 10 اكس هات زائد 2 واي هات ناقص 2 زد هات، والثاني 5 اكس هات زائد واي هات ناقص زد هات. لاحظ علي هذا تقسيم هذا بيساوي 2، اذا هن بارلل لانه ان 1 بيساوي ان 2 ضرب 2. ان 1 الفيكتور العمودي على البلين الاول بيساوي ان 2 ضرب 2، هذول هن بارلل. To find distance d between the planes we choose any point on one plane and calculate the distance to the other plane. In particular, if we put y بيساوي z بيساوي 0 in the equation of the first plane, we got what? لاحظ الآن علشان يوجد نقطة على البلين الأول حط بده يوجد نقاط تقاطع، يعني شو في أسهل من نقطة من تقاطع البلين مع الزد أكسس؟ كيف قاطع البلين مع الزد أكسس؟ بحط لك الإكس والواي بيساوي 0، بتطلع عندك قديش قيمة الزد؟ أنا واحد، خليني أتأكد أنا. حط لك نقاط التقاطع بالمعادله الاولى، هاي حط لك نقاط تقاطع. اذا النقطه الاولى، النقطه على البلين هاف، النقطه على البلين هاف هي التقاطع مع الاكس اكس، مع الاكس اكسس.
طب كيف بدك تقاطع مع الاكس اكسس؟ اكيد الواي والزد بيساوي زيرو، في عندك قيمه للاكس. يعني حتكون القيمه 10 اكس بيساوي 5، يعني راح تكون القيمه نص صفر صفر. نص صفر صفر. كيف حقق النقطه على البلين الاول؟ نقطه على البلين الاول بحيث النقطه اللي هي نقطه تقاطع البلين الاول مع الاكس اكسس. مع الاكس اكسس، كيف قاطعها؟ حط لك الواي والزي بيساوي صفر، طلع قيمه اكس، هاي نقطه على البلين الاول. نيجي على البلين الثاني. الان بده هو الان ذا ديستنس بتوين البوينت نص 0 0 مع البلين هاف. طيب شو هي القاعده بتقول لك؟ بتقول لك الفيكتور 5 في الاكس هيها زائد 1 في الواي 0 هيها زائد ناقص 1 في الايش؟ في الزيرو. ناقص 1 حلو على 5 تربيع زائد 1 تربيع زائد ناقص 1 تربيع اللي هن هذول. طلعت عندك هاي المسافه. ضروري جدا تعرف ايش؟ تحل مسائل على هذا الموضوع. راح نكمل في بعض الأمثلة بعدين إن شاء الله. الله يعطيك العافية.